السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. غادي نحضروا اليوم وصفة الدونات. صراحة هذه الوصفة كتكون سريعة كنحضرها في دقائق. غنحتاجوا 300 غرام ديال الفورس، هي زلافة كبيرة عامرة بالفورس، وواحد المعلقة كبيرة ديال الزبدة، 50 غرام ديال الزبدة، واحد البيضة، واحد المعلقة كبيرة عامرة بالسكر وملحة، كاس عنبة معمرش ديال الحليب، معلقة كبيرة ديال الخميرة والفانيلا. غادي نخلط المكونات كامل ونفرجنا فورس خميرة سكر ورشيشة من الملحة بيضة زبدة ندير رشيشة من الفاني معلقة من الفاني معلقة صغيرة تقريبا غادي نعجنهم في العجانة ونوريكم العجينة كيفاش كتكون العجينة كتكون بحال هكا ما قاسحاش ما خفيفاش بزاف تقدروا تعجنوها حتى بيديكم الا بغيتو غادي نغطيها ونخليها تخم تحضر الحشوة غادي نحتاجو كاس كبير ديال الحليب حليب بارد معلقة ديال الكاكاو جوج معالق ديال السكر ومعلقة من بودرة كريم باتيسير إذا ما كانت متوفرة عندكم ممكن تعوضوها بالنشا هناخد كاسرونة وندير فيها المكونات كاملين غادي ندير الخليط على عافيه مهيله ونخليه حتى يعقد ها هي الكريمه ديالنا وجدات دابا غادي نخلوها تبرد هنا من بعد ما خمرت العجينه غادي نعش شويه ديال الدقيق كنخليها غليظه واحد شويه غادي ناخذ قطعه اي حجم بغيتو كبيره ولا صغيره شفتوا السمك ديال العجينه كنخليوها غليظه واحد شويه ضروري كنجمع هاد العجينة اللي بقات ليا وكنعاود نسرحها من بعد Thank you.
هنا كما كتشوفوا العجينه خمرات، غادي نستنى الزيت سخن وغادي نقلي. نتوما كتخرجين هذه الكميه كثيره شويه، واخا عشان تغيب بزاف ديال الفرص بيني كيجي بهذا الشكل خفيف وخاوي من الداخل. ما كيجيش شرب الزيت بزاف، كيجي ناشف. درت الكريم في بوش وغادي يبدا الخبيب بحال هكا. نبقى هكا حتى كنكمل الكميه كامله عندي.